حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم عيادي بيضاء، والذي نلتقي فيه مع مجموعة من شباب الكويت والحوار حول أنشطتهم المتميزة في الفرق التطوعية وعملهم التطوعي. اليوم عندنا فريق متميز، اسمه متميز، اسمه فريق إنساني. وطبعا لما نقول إنساني فهو يعني يتكلم عن الإنسانية كلها، فخلونا نشوف ما هي الإنسانية مع ضيفتنا لحلقة الأستاذة نورة الحميدي. حياك الله. حياك الله دكتور عصام، وشكرا على استضافتكم لنا، وسعداء جدا في لقائنا معكم. حياك الله. باسمي واسم فريق إنساني يعني نتقدم لكم جزيل الشكر. الله يبارك فيكم، أنتم دائما يعني ما شاء الله عليكم متميزين، ولكم شكر خاص أيضا أن أنتم قاعد تغطون حتى يعني فعاليات برنامجنا. كل يوم تجينا أخت من الخوات ما شاء الله ويقطون البرنامج، فجزاكم الله خير على تعاونكم. تستاهلون كل خير. بداية أستاذة نورة، نبي نعرف فريق إنساني كيف تأسس وأهدافه وليش سميته إنساني؟ فريق إنساني التطوعي هو فريق الفريق الكويتي للمبادرات الإنسانية. نعم. أي مبادرة إنسانية إحنا يسعدنا ويشرفنا إن إحنا نتكفل فيها ونتصدر لها. نعم. وعادة إحنا يكون تخصصنا أو من أهدافنا التركيز على الإغاثة التعليمية والإغاثة المعنوية. نعم. سواء كان هذا الشخص من الأشخاص المتأثرين من المتضررين من الحروب، أو كانوا من النازحين، يعني أي شخص محتاج إحنا نسعد إن نقدم له هذه المساعدة. هذا مساعدة خارجية. خارجية نعم. نعم. لكن بما أن في مساعدات خارجية، لكن أيضا في مساعدات داخلية. نعم. نعتقد عادة أن العمل الخيري دائما في الخارج، لكن على العكس والنقيض، يعني ما شاء الله برنامجكم كان حافل بالفرق اللي كانت تخدم داخل الكويت. نعم. وأيضا خارج الكويت، إحنا مركزين على تقديم مساعدات خارج دولة الكويت، لكن بذات الوقت من وين المتطوعين؟ نعم. من وين المتبرعين اللي هم يكونون داخل الكويت؟ فإحنا نكون حلقة الوصل ما بين الجهتين. نعم. الأعمال اللي إحنا نقدمها أعمال سنوية، وكل سنة يكون لنا عمل ما كان موجود من السابق، نحاول نبتكر في العمل الخيري. نعم. والإنساني، بحيث نضفي الجديد على العمل الخيري والابتكار والإبداع والتميز فيه. وبنفس الوقت إن نحرص إن السنة القادمة نشرك فئة جديدة ما شاركت معانا من قبل. حلو. وأعطيك أبسط مثال، يعني نعم. من يتوقع أن طفل عمره 5 سنوات أو 6 سنوات ممكن أنه هو يكون متطوع؟ نعم. أو إذا كان متطوع هل ممكن أنه يتطوع في شهر رمضان؟ صعب. إحنا صعب عادة نقول أنه يلا يصومه. بالضبط، يلا يصوم. لكن إحنا كان عندنا تحدي. نعم. بما أن إحنا ديرتنا وطن الإنسانية. نعم. وأميرنا أمير الإنسانية، يا ترى قادة المستقبل في العمل الإنساني هم المفروض يكونون الأجيال القادمة. صحيح. فهذا اللي فكرنا فيه وقلنا ليش ما ندخل الجيل القادم في العمل الإنساني ونعدهم يكونون قادة في العمل الإنساني. جميل. ودائما إحنا الكبار إحنا نطلع بالصورة، إحنا الأبطال وإحنا اللي أنجزنا وتصدرنا الأعمال التطوعية، لكن قلنا خلونا نخلي الأطفال هم الأبطال العمل الإنساني، وفعلا هذا اللي تحقق ما شاء الله. كان هدفنا يكون عندنا 200 طفل، لكن تفاجأنا أن الرقم وصل 400 طفل متطوع. ما شاء الله. يعني هذا في العام الماضي. بالضبط. من يصدق أن هذيل الأطفال كلهم اجتمعوا وتوحدوا على هدف واحد، أن يعيدون أكبر عدد ممكن من الأطفال إلى مقاعد الدراسة. طيب شنو الفكرة يعني كانت؟ كانت الفكرة أن يكون في عندنا يعني أيضا ركزنا على العمل التعاوني، نستقطب الأطفال في شهر رمضان. تمام. بحيث أن يكونون نفسهم مجموعات. حلو. تكون النوادي التطوعية والمجموعات، إذا كانوا مجموعات حتى في المدارس أو حتى من العائلة نفسها يكونون الأطفال مجموعة. حلو. بحيث أن يكون في قائد لكل فريق. تمام. نطلب منهم أن يقدمون محتوى في السوشيال ميديا تحت هاشتاغ جيل الميتين، يعرضون فيه للجمهور إقناع لفكرة أهمية التعليم. حلو. وأن الطفل المحروم من التعليم له الحق أنه يدرس ويتعلم. جميل. شوف الإبداع. نعم. إحنا ما تصورنا أن هذيل الأطفال عندهم كل هالإبداع،
يعني احنا الان في العصر الرقمي، المهارات القرن الحادي والعشرين اللي احنا موجودين فيه، نعم. مطلوب من الطفل انه هو يمارس العمل التعاوني والجماعي والعمل التطوعي والقيادة، وايضا هذا الجيل جيل رقمي، صحيح. فاحنا لابد ان يعني نواكب متطلبات العصر، ما شاء الله. وعلى هالاساس كان النجاح باهر، وكان النجاح الى الان والله نفتخر فيه، لان الطفل اذا كان عنده هذه الفكرة وإيمانه في العمل الخيري، أنه يستطيع أن يوصل رسالته وفكرته إلى أكبر قدر ممكن من الجمهور. نعم. وفعلا هذا اللي حصل. لما كانوا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، مو عشان يلعبون أو يضيعون وقتهم، نعم. لكن عشان يفكرون كلهم أن شلون نقدر نقنع الناس أن فعلا التعليم مهم، وأن في أطفال كثير محرومين من التعليم. ووصلت عدد المشاهدات بشكل كبير، تفاعل الأطفال، أسلوبهم، ردود أفعال حتى أهلهم، نعم. لما يقولوا لنا إحنا انصدمنا أن عندهم طاقات وعندهم مهارات ما كانت موجودة من قبل، نعم. فهذه كانت من أكبر النجاحات اللي قدمها فريق إنساني، أنه استقطب فئة جديدة وشريحة جديدة اللي هي كانت فئة الأطفال، نعم. وبنفس الوقت هؤلاء الأطفال بعد ما جمعنا التبرعات، تتوقع بكم يوم قدروا يجمعونها؟ شهر رمضان كله؟ خمسة أيام. اجمعوا فيها، حققتوا الهدف اللي تبونه. بالضبط، أكثر من المتوقع. نعم. يعني كانوا 200 طفل صاروا 400. نعم. كنا متوقعين يعني عدد بسيط من التبرعات، لأن كان هدفنا مو الكم لكن الكيف. نعم. إن هؤلاء الأطفال فعلًا ينغرس فيهم حب عمل الخير، وإن شلون يتقنونه. جميل. لكن جميل. اللي بخمسة أيام وصلوا $500,000. ما شاء الله، شيء كبير صراحة، مشرف. خمسة أيام، مليون دولار أطفال. بالضبط، هذا الشيء اللي إحنا الكبار ما قدرنا إحنا نسويه. شفتوا يا ما شاء الله، يا شبابنا وأطفالنا كلهم عندهم استعداد للعطاء، بس عطوهم فرصة، عطوهم فرصة يبدعون، والله يطلعون لكم أشياء كثيرة جدا. الواحد فعلا سعيد، يعني شنو الرقم، ما شاء الله. بالضبط، احنا والله تفاجئنا، ويعني طيب استبشرنا خير في المستقبل. أكيد، والحملة ما توقفت إلى هذا الحد دكتور، لكن بعدها بداية العام الدراسي رحنا افتتحنا المدارس اللي يجمعوا لها الأطفال هذه التبرعات، فخذينا قادة الفرق اللي كانوا مشاركين معنا، فقط تقريبا 25 طفل. لما تاخذ هذا العدد إلى رحلة، خذيته معاكم؟ خذيناهم مع أهلهم. مع أهلهم؟ مع أهلهم، كانت تجربة للجهتين، للأهل وللأطفال. جميل. إلى؟ إلى المدارس للأطفال المحرومين من التعليم، اللي هم الأطفال اللاجئين. نعم. فعادة من اللي يفتتح المدارس ويقص الشريط؟ أما سفير، أما رئيس، أما وزير، هذا عادة. إحنا خلينا الأطفال هم اللي يقصون الشريط. يا سلام. لأن مو عشان إن نشجعهم، لكن إحنا فخورين بإنجازهم، لأن صح. هذا إنجازهم صح. فعلاً. صح، يستاهلون والله، يستاهلون. بالطبع. ويستشعر الدور اللي حققه هو في هذا العمل، بأنه هو جمع هالأموال، اجتهد، وأنا الآن بنفسي قاعد أحضر وأفتتح هذه المدرسة. بالضبط. هذه أكبر الإنجازات اللي أتوقع أنه هو راح يشعر فيها في حياته، خصوصاً أنه بدت من مرحلة عمر صغير في حياته. أنا عجبتني بكلمة أصنع قائد إنساني. بالضبط. يعني هذه مهمة جداً فعلاً، إحنا مو فقط نشتغل إحنا بروحنا وخلاص انتهى الأمر. لا، قاعد أخطط إلى الأمام بأن يكون عندي قائد. إحنا في يوم من الأيام راح نرتاح، يجي اللي بعدنا عنده فكرة وعنده تربية ذاتية للعطاء الإنساني. طيب، في أيضاً خضم هذا الشهر الكريم، هل في أيضا هناك مشاريع أخرى أو هناك إنجازات أخرى غير هذا الإنجاز اللي تكلمت فيه؟ أي، إحنا مثل ما قلت لك دكتور، أن في كل مرة تكون الشريحة المستهدفة شريحة جديدة، نعم. تكون يعني مختلفة عن الشريحة السابقة. وما بين رمضانين نقدر نقول كان في افتتاح المدارس، لكن ايضا قاعد نشارك في المؤتمرات، نقدم ورش عمل في داخل المدارس. جميل. اي، نحاول انه يكون في توعيه للجهات اللي موجوده، توعيه للاجيال اللي موجوده بمختلف مراحلهم واعمارهم. ما شاء الله. كم عدد العضوات العاملات معكم؟ عددنا صار احنا 400 طفل مثل ما نقول. هذول طبعا بالضبط، يعني هذا حق مشروع، لكن اتكلم انتم كمشرفات طول السنة،
يعني عدد؟ يتراوح العدد ما بين 6 إلى 10. نعم. وتتوزع الأعمال الرئيسية فيما بيننا. نعم. وفي كل مشروع جديد يكون في هناك قادة يمسكون هذا العمل، فلذلك تجد بأن عدد الفريق غير ثابت فعليا. نعم. طيب يعني معناته لما تقولين إن إحنا هذا عددنا وكل مشروع عنده استقطاب أكثر، معناته عندكم قدرة استيعاب المزيد من المتطوعات بلا شك في العمل الإنساني. بالضبط دكتور. كيف تصفين الشابة الكويتية في العمل التطوعي الخيري الإنساني؟ نقدر نقول إن المرأة الكويتية قادرة على صناعة التاريخ الكويتي. نعم. إذا في السابق يكون في صعوبة من أهلنا أن يتقبلون فكرة أن إحنا نسافر للحدود ونقدم المساعدات. نعم. لكن لو بتلاحظ أغلب الفرق نسائية. نعم. وكويتية، وهي فتحت المجال للرجال أن هم ينطلقون ويتوسعون. فالمرأة الكويتية هي منجزة متميزة رائدة في العمل الإنساني، قدوة لبقية النساء. وكنا بنقول شيء كنساء كويتيات، فنقول إن هذا مو فضل ولا منا إحنا نقدمه، ولكن هذا واجب، واجب إنساني، واجب وطني، واجب ديني. ديننا حثنا على تقديم الخير والعمل الخيري من غير مقابل، وقائدنا وأمير وطننا وصانا إحنا الشباب الكويتي إن تقدمون الخير وما توقفون، وإن أنا معاكم. وهو قدوتنا في هذا المجال، وهو فتح لنا الأمانة. نعم. هذا المجال. نعم. فإحنا ودنا نرفع رأس الكويت بهذه الإنجازات، ونقول لكل شاب وشابة أن العمل التطوعي مجال مفتوح، ولكن يحتاج إلى شخص يقدم فيه. إذا عندي الرغبة، لكن لابد أن أيضا يكون عندي القدرة أني أتعلم، لازم في مهارات أتعلمها، وبنفس الوقت أن يكون عندي الشجاعة أني أخطي هذه الخطوة، سواء كان تقديم العمل الخيري داخل أو خارج الكويت. جميل جدا. يعني أنت ما شاء الله لميتي مثلون الأعمال الخيرية بمجملها بجانب أيضا أكاديمي وفني واستراتيجي. العمل الداخلي هل هو مستمر عندكم ولا موسمي في الإنتاج بشكل عام؟ لا، العمل الداخلي مستمر. مستمر. مستمر، لابد من الاستمرارية. لكن بما تكلمت عن العمل الداخلي، ودي أقول نقطة. نعم. عادة من الأشخاص اللي تلتقي فيهم يقولوا لك إنه ليش ما تشتغل داخل الكويت؟ نعم. اللي داخل الكويت أولى. صحيح. طيب، اللي قال هذه الكلمة، أنت شنو قاعد تقدم في العمل الخيري؟ نعم. حقوق مو ولا فريق مو قاعد يشتغل. أيه. طيب، إحنا سوينا وشكلنا هذا الفريق بسبب وجود مشكلة، قلنا لابد أن نساعد في الحل، على الرغم أن الحل أكبر من اللي المفروض اللي إحنا نسوي، لكن إحنا نحاول نحل جزء من المشكلة. لكن إحنا محتاجين ناس تبادر. إذا كنت عندك مشكلة قاعد تشوفها في وطنك أو في أي مكان في العالم، كن جزء من الحل، بادر، تقدم بفكرة، بعمل. خلينا نكون ناس يعني عمليين أكثر ما إحنا مجرد ننتقد. أو حتى لو بتقدم فكرة، حلو أن أنت تقدمها وتساهم في إنجازها نفسها. صح. يعني أعزائي المشاهدين، الواحد لما يجلس مع بناتنا أولادنا يحس أنه ما شاء الله شباب شابات عندهم أفكار وإبداعات ويعتمد عليهم. فقط خلونا نعطيهم الثقة، نعطيهم الغاية. الأستاذة نورة الحميدي شاكرة جدا، ويعني عمل إبداعي. نتمنى تنقلي شكرنا للفريق اللي معاكم. شكر موصول لكم دكتور على هذه الثقة. الله يبارك فيك، حياك الله. وحقيقة سعدنا بهالحلقة أعزائي المشاهدين، وإن شاء الله نلتقي مع فرق تطوعية أخرى. وشكر لصاحب الديوان عبد العزيز بابطين لاستضافته هذه الحلقة، ومع السلامة.